بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو سلمة رضي الله عنه هو أول صحابي هاجر من مكة إلى المدينة وكان بمفرده ما مشيتش معاه زوجته وقتها أم سلمة خطرهم منعوها ما خلوهاش تهاجر وتخرج معه إلى أن لحقت به فيما بعد أبو سلمة رضي الله عنه شهد بدرا وأحد تأثر بجراحاته في غزوة أحد كان عنده جرح تأثر به فاستشهد رضي الله عنه فوقتها أم سلمة رضي الله عنها تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصاب لما إنسان يفقد حد يقول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اخلفني في مصيبتي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فعندها تذكرت اللهم اجرني في مصيبتي ان شاء الله يا رب نعم اسالك ان تجيرني في هذه المصيبه اما اخلفني خيرا منها خير من ابي سلمه اول من هاجر الى المدينه هذا الصحابي اللي هو من السابقين هذا الصحابي الذي شهد بدر واحد هذا الصحابي يا ربي باش نلقى انا خير منه انا لله وانا اليه راجعون فالذي كان ان ام سلمه رضي الله عنها تزوجت بخير الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت اما للمؤمنين رضي الله عنها وارضاها الشاهد هنا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم هذا من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر هذا الركن الركين من اركان الايمان. ذكر بعض المؤرخين ان ملك فرنسا لويس التاسع في حمله في الحمله الصليبيه الثامنه سنه 1270. اراد ان ينطلق من هذه الحمله من تونس من بلدنا. وقاد هو هذه الحمله. وكان في ذلك الزمن في العام هذاك كان هناك طاعون وباء حمى التيفوس فأول ما وطأت قدمه تونس أرضنا ليقود هذه الحملة الصليبية ولمحاصرة يعني, يعني العاصمة أنذاك في أحد الدولة الحفصية توفي بالطاعون ولم يكن ما أراد ولم تنطلق هذه الحملة الصليبية التي أرادها على تونس وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أننا نؤمن بأنه لا وجود لشر مطلق ربي سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة باش هي شر في المطلق حتى المرض أيها الأحبة هو ليس شرا مطلقا فبسبب المرض نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نحب ربي سبحانه وتعالى نعرف نعمة الصحة نعرف نعم كثيرة علينا وهذه من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أهم ثمرة في ذلك نعم هي السعادة نعم هي السعادة تحس بسعادة تحس بسكينة لأن الذي لا يسعد بما قدره الله له سيعيش في شقاء إيه نعم حقها ما هو عاجبه حتى شيء، الطويل شبيه هو طويل وانا قصير، الجميل شبيه هو جميل وانا ماني جميل، الغني شبيه هو غني وانا مانيش غني، اللي عنده صغار شبيه هو عنده صغار وانا ما عنديش، اللي متزوج شبيه هو تزوج وانا ما تزوجتش، اللي مترسم شبيه هو ترسم وانا ما ترسمتش، اللي عنده خدمة باهية وشهرية باهية شبيه هو عنده وانا ما عنديش، اللي عنده دار شبيه هو عنده دار وانا ما عنديش، وهكذا. تلقاه ما هوش عاجبه الوضع اللي هو فيه، فالرضا بما قسم الله لك مع الاخذ باسباب النماء والخير ومع الاخذ باسباب الزياده من هذا الخير، فهو من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر، ان تؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وان تستكين لذلك، نعم رغم وجود الابتلاء هذه حقيقه كما قال سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون بايمانك بقضاء الله وبهذا القدر وبهذا الابتلاء تحصل السكينة. أولئك عليهم صلوات من ربهم يصلي عليك المولى سبحانه وتعالى، ويرحمك ورحمة، وأولئك هم المهتدون، هم الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، وسيكونون سببا لهداية غيرهم بحسن سلوكهم، بسلوكهم القويم. يكونوا يكونوا إذا قدوة حسنة للناس واولئك هم المهتدون هذه ثمرة السعادة ايها الاحبة ثمرة السعادة تكون من خلال الايمان بقضاء الله وبقدره السكينة كذلك الراحة الطمأنينة لانك تذكر الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب هناك من يظن ان الذكر هنا فقط هو بمعنى القران نعم القران هو اعظم الذكر ذكرك لله سبحانه وتعالى عندما تذكر هذه الاركان كي ركن الايمان بالقدر كي تتذكر قول الحق تبارك وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر كذلك من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر رغم أنك تعلم أن الله قدر لك عمرك وأجلك ورزقك وشقي أم سعيد لكننا ندعوه. أي نعم ونحن في هذا الشهر المبارك. ندعي ربي سبحانه وتعالى يقول قائل علاش ندعي ربي وقت اللي ربي قدر لي رزقي وقدر لي الأجل متاعي وقدر لي شقي أم سعيد، علاش ندعيه هنا ربي سبحانه وتعالى إذا كان كل شيء مقدر؟ انتبه. من حسن ظنك بالله ومن ثمرات ايمانك بقدر الله انك تدعوه لانه كما جاء في الحديث الذي اخرجه الحاكم وغيره لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يطيل العمر الا البر. سبحان الله العمر مقدر ولكن بسبب برك بسبب صله الرحم بسبب كذلك الصدقه فالله سبحانه وتعالى يبارك لك في العمر. ويبارك لك فيما اعطاك فلا يرد القضاء الا الدعاء فادع الله سبحانه وتعالى واحسن الظن به انه سيكشف عنك هذا الضر. ان لم يكن فهذا خير من الله سبحانه وتعالى. مهما كان الامر، مهما كان الضر اللي انت فيه، فتذكر وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم من ثمرات الايمان بقدر الله سبحانه وتعالى. ام موسى لما اوحى الله لها ان اقذفيه في التابوت، واقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو. لي وعدو له يعني تخيل أكثر من هكا أم يعني تلقي بابنها في, في البحر ويأخذه عدو كذلك تقول أنت فما شر أعظم من هذا الشر ولكنه هذا, هذا, هذا الشر في ظاهره هو خير خير المطلق نعم هذا الشر في ظاهره شر لكنه خير وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قل يا ربي يا ربي اصنعني على عينك. رغم هذا الظرف الحالك الذي انا فيه فانا بعينك يا الله. يا ربي اصنعني بعينك يا الله ولتصنع على عيني. فمن كان قد بعين الله سبحانه وتعالى وفي كلئ الله سبحانه وتعالى وفي رحمه الله سبحانه وتعالى وفي حرز الله سبحانه وتعالى فمن عليه من كان الله معه ايها الاحبه. تذكروا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في هذه الظلمات ذكر الله سبحانه وتعالى فكان هذا الخير من الله عز وجل ان رفع الله عنه هذا الضر وهذا البلاء. يوسف عليه السلام الذي القي في الجب هو شر في ظاهر الامر. ولكنه كان خيرا له كان من أسباب تمكينه في الأرض هذا الانتقال من أرض إلى أرض كان من سبب التمكين ومن سبب النصرة لسيدنا يوسف عليه السلام هذه ثمرة عظيمة أيها الأحبة ما يعرفها كان اللي تلذذ بالثمرة هذه كان اللي يكون عنده يقين في معنى أنه إحنا كنقولوا هذا كلم قدر ربي هذاك اللي كاتبه ربي لكن هذا مش في اطار الدروشه مش في اطار اني ما نخوش بالاسباب لا تؤمن بالقدر باش تكون سعيد باش تكون مطمئن باش ايها العبد ما مهما يكون من امر مهما يحصل فبينك وبين روحك تقول هذا الرزق مش مقدره لي ربي زائد هالدينار هالعشره هالمليون هالالف ما هو مش كاتبهم لي ربي ما مانيش باش ناكلهم طرف الماء هذا ما هوش كتبه لي الأرض هذه مش كتبه ربي باش أني نكون موجود فيها، سبحان الله الإيمان بقضاء الله وبقدره يخليك تستحضر أسماء ربي سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق شوف الناس سبحان الله تلقاهم في الأسواق في القرانة مثلا تلقاهم واحد بجنب واحد كل واحد يبيع تقريبا في نفس السلعة عم تعلخر. لكن في نهاية الأمر الناس كل تروح فرحانة وتروح يعني ربي بركلها لها في البركه مثلا تلقى ناس كل تبيع في نفس تقريبا السلعه ذهب فضه صياغه مع الشكل يختلف لكن في اخر النهار الناس كل ربي يرزقها وتروح فرحانه سبحان الله وهذا جار هذا وهذا بجنب هذا وعشرات بحث بعضهم سبحان الله وربي يكرمهم يرزقهم يبعث لهم سبحان الله هذه من ثمرات الايمان بالقضاء وبالقدر ان ربي يعطيك السكينه والطمانينه والراحه على ما رزقك وعلى ما أعطاك فاللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا رزاق اللهم يا الله أكشف عنا الضر واجعلنا راضين بقضائك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت اقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت امين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته